الكثير من المستمعات اللي كيطلبوا منك وصفه لتبييض الجسم بسرعه وشكرا. دكتور عماد، اش تقول السيدات اللي باغيين وصفه لتبييض الجسم؟ فالوصفات لتبييض الجسم بسرعه دائما قلنا كاينين جوج مواد اللي كتعطينا هذه السرعه هذه، اللي هي اولا كاين الخرقوم عرق او الخرقوم البلدي او العكر الفاسي. اذا جوج حوايج، علاش كنهضر على جوج مواد؟ لان جوج مواد اللي كيمكن لهم يبيضوا لنا البشره ديالنا بسرعه وما يمكنش يعطيونا مضره للبشره، داكشي علاش كنعاودوهم وكنهضروا عليهم دائما. فيمكننا ناخذ وصفه ديال الخرقوم البلدي، ناخذ نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، نضيف لها كاس صغير ديال زيت الزيتون، ونضيف لها جوج معالق كبار ديال زيت الخيار. اذا جوج معالق كبار ديال زيت الخيار، نص كاس صغير ديال زيت الزيتون، ونص معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي. نخلطوا هذا الخليط هذا كامل، غادي ندفيوه في حمام مريم ونخلطوه مزيان. ثم كنحاولوا نديروا واحد المساج على البشره ديالنا، خاصه مثلا بالنسبه للعروس او بالنسبه للسيده اللي بغات يعني تدير البشره كامله. فملي تمشي للحمام او ملي تبغي توصل تحاول دير واحد المساج بهذا الخليط هذا، تخليه واحد المده ديال 4 ساعات، ثم تغسل هذا الخليط هذا. بالنسبه للوصفه ديال العكر الفاسي، فكيمكننا ناخذ قريصه صغيره ديال العكر الفاسي، ناخذ نص معلقه صغيره ديال الطيل الاخضر، معلقه كبيره ديال خل التفاح، وكنزيدوا لها نص كاس صغير ديال الماء ورد. اذا كنخلطوا هذا الخليط هذا كامل وكندهنوا به البشره ديالنا، كنخليه واحد المده ديال ثلث ساعه ثم كنغسلوه. وهاد العمليات كيمكننا نديروهم حتى ديال 3 مرات في الاسبوع مده ديال شهرين. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.